النهاردة بيوافق ذكرى وفاة فنانة مصرية عظيمة، الفنانة زوزو نبيل، اللي حجزت ليها مكان خاص في ذاكرة كل المصريين وحفرت اسمها كواحدة من أهم نجوم الدراما المصرية على مدى أكثر من نصف قرن. قدمت الفنانة الراحلة زوزو نبيل العديد من الأعمال الدرامية في المسرح والسينما والتلفزيون، وكلنا كمصريين كنا بنسمع صوتها لمدة 876 ليلة، هي الليالي الخاصة بصوت شهرزاد في ألف ليلة وليلة في الإذاعة المصرية. نسمع حكاياتها ونسمع أعمالها الجميلة. تعالوا نشوف تقرير وأهم المحطات الفنية في حياة الراحلة زوزو نبيل. تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة زوزو نبيل التي حفرت اسمها كواحدة من أهم مشاهير الدراما المصرية على مدار أكثر من 50 عاماً قضتها بين أروقة السينما والتلفزيون ومواقع التصوير. ولدت عزيزة إمام حسين الشهيرة بزوزو نبيل في محافظة المنوفية في 7 يوليو عام 1920، وكانت تحب التمثيل بشدة، لكن والدتها وقفت أمام حلمها وكانت ترفض دخولها مجال الفن على الرغم من محاولات زوزو الكثيرة إقناعها بالبكاء والتوسلات المستمرة. ولم تيأس زوزو نبيل من محاولاتها المستمرة لإقناع والدتها بالدخول في مجال التمثيل إلى أن استجابت والدتها. كان متهيالك درجة عادك، لكن ما لقيتش فايدة. طول عمرك عشت معلق بين السماء والأرض. تعبتك معايا يا ام، طلتك عليا بالدنيا يا ولدي. كنت بعيد مهما تغيب واحلف بكل يمين لما ترجع هعمل فيك واسوي، وتو ما تهل عليا اشوف طلته في عينيك كل حاجه تروح لحالها وقلبي يصفالك زي ندى الفجر. بدأت زوزو نبيل حياتها الفنية من فرقة مختار عثمان، واستمرت معها إلى أن انتقلت إلى فرقة يوسف وهبي، وفتحت السينما أبوابها للفنانة زوزو نبيل أول مرة عام 1937، فشاركت في فيلم الدكتور قبل أن تنطق في عشرات الأفلام والمسلسلات، لتظل منذ ذلك التاريخ عاملاً أساسياً في الكثير من الأعمال الدرامية بوجه عام. ياسين ابني، ياسين ابني كده. يا ياسين 12 سنة ما شفتكش برضه. ياسين يعني انت فاضية لي؟ يا مادام اترجيتك وانت ما سألتش فيا. اسم الله عليك، اسم النبي حرفك وسينك. لكن خلاص مادام جيت يا ضنايا سامح. الله عليك يا اخوي. قدمت زوزو نبيل العديد من الاعمال الفنيه ما جعلها علامه من علامات السينما المصريه، حيث قدمت تاريخا حافلا بالاعمال الفنيه المتنوعه، من ابرز افلامها الخرساء، مصنع الزوجات، سلامه، ليله غرام، انا حره، ويوميات ونيس. الناس تصبح تقول يا فتحي عليم وانت جاري على البلكونه. اعوذ بالله منك بنتي يا شيخ. خشي يا عليم يا رزاق يا كريم، صبحنا وصبح الشعار والنار. البنت ما تعبرش حد ابدا، الكلام ده مش عندي، ده نقطم رقبتك على صدرك ان ما حافظتيش على حدود الادب. تعالي هاتي لي الجزمه خلينا اخرج. رايحه فين؟ هجيب منديل من الاوضه وامشي. هات الزفت وغوري في 60 داهيه. كما نجحت في تقديم الادوار المركبه والصعبه، ما جعل مخرجين جيلها يضعونها على راس قائمه اختياراتهم، حتى ان المخرج حسن الامام اشركها وحده في 12 فيلما من افلامه، كان اولها فيلم اسرار الناس، كما قدمت معظم ادوارها امام الراحل محمود المليجي. استمر صوتها لمدة 876 ليلة في أذان مستمعي الإذاعة، وكان ينتظرها الملايين كل ليلة مع شهرزاد لتروي الحكايات. عجوزة محلية قاعدة على الفاسية بتوشوش المية. يا مية يا مية اطلعي شوية تطولك إيديا كمان يا مية. رحلت الفنانة زوزو نبيل عن عالمنا بعد إصابتها بمرض الالتهاب الرئوي عام 1996، ولقبت بشهرزاد الشرق لروايتها حكايات ألف ليلة وليلة في الإذاعة.